بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ومثله أحاديث كثيرة. لازلنا في باب الإخلاص عموما، لأنه سيأتي المؤلف على الإخلاص خصوصا، فيقسم إخلاص المعلم والمتعلم وهكذا، هو الآن في الجملة. طيب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. العلم علمان: علم لا يجوز أن يكون لغير الله، وهو العلم الشرعي، وعلى رأسه علم القرآن تفسيرا وتجويدا وتلاوة. النوافي ضغلقهم، الله يرضى عليكم، أسف. هذا العلم لا يجوز أن يكون إلا في الله، فإن الذي يتعلمه لأجل أن يصيب غرضا من أغراض الدنيا فإن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يجد عرف الجنة. العرف الريح، العطر، العرف هو الريح والعطر، يوم القيامة لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا. من العلوم ما هو دنيوي محض، ولكننا نحن من يجعله لله عز وجل، كعلم الرياضيات والحساب وعلوم الطب ونحو ذلك. فهذا علم يتعلمه الإنسان من أجل الوظيفة وأن يصيب غرضا من الدنيا، ولا بأس في هذه النية، ولكن الذكية هو الذي يجعل هذه النية لله أيضا، فيتعلم الطب والرياضيات ليسد ثغرة من ثغور الإسلام. قال: وعن أنس وحذيفة وكعب السلام بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، وقال: أدخله النار. هنا باب من أبواب الإخلاص، ألا وهو أن تترك مجادلة الناس في الدين لله عز وجل، وهذا من تمام الإخلاص. واعلموا رحمكم الله أن الجدال في الدين باب من أبواب الشيطان، باب من أبواب الشيطان. كثير من الناس يبحث في المسائل ويبحث في الأدلة ويسأل العلماء فقط كي ينتصر لنفسه، فقط كي يجادل زيدا وعمرا. لماذا؟ لأنه عنده عقيدة قبلية أن هذا المسألة حلال، من بعد اللي يجيب لها في الأدلة برك باش يجادل الذي يقول أنها حرام. ليست نيته الوصول إلى الحق. نعطيك مثال، مثال عاشه بعضكم، جدالا عاشه بعضكم، ها؟ قضية الصور الفوتوغرافية مثلا، قضية الصور الفوتوغرافية، المسألة يعني قول قوي لأهل العلم في هذا الزمن أنها خلافية معتبرة، مسألة خلافية. منهم من يقول أنها حرام، ومنهم من يقول أنها حلال، ليست هي المقصودة من أحاديث رسول الله المعروفة المحفوظة. بعض الناس عندهم حماس وحمية، يتعلم أن الصور الفوتوغرافية حرام فيعتقد ذلك، ولا يؤمن بالخلاف، ولا يؤمن بأن من العلماء من قال بجوازها، فينسف القول الآخر برمته، ينسفه كأن اللي قالوا ما هم علماء، كأن الأدلة تحهم ما هي أدلة، ينسفهم. ونسف العلماء وأدلة العلماء علامة على الضلال، بل طالب العلم إذا بان له الحق في مسألة يعتقدها ولا ينكر على من خالفه إذا كان المخالف له أدلة. أنا في الصلاة لا أقبض بعد الرفع من الركوع، وبعض العلماء قالوا أن القبض بعد الركوع واجب، وهذه مسألة خلافية،
قوية لا يجوز لي أن أنكر على الذي يقبض ولا الذي يقبض يجوز له أن ينكر علي، بل يناقشني بالحلم والأدب. إذا التمس مني أني مقتنع فليذرني وشأني. الشيخ الألباني رحمه الله لما كان يصلي في السعودية وراء الأئمة هناك كان يقبض بعد الرفع من الركوع وهو يعتقد بعدم القبض. الألباني يرى بتقديم اليدين على الركبتين إذا أراد الإنسان أن يسجد، لكن لما راح يصلي في السعودية ولا يقدم ركبتيه اتساء بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان مسألة خلافية لا تنكر على المخالف، ناقش. أما أنك تنكر وتخطئ وتبدع بل وتفسق هذا ليس من الدين. الإمام مالك اختلف مع أبي حنيفة، وأبو حنيفة اختلف مع الشافعي، والشافعي اختلف مع الإمام أحمد، ولا حرج. الصحابة اختلفوا فيما بينهم، ابن عباس خالف عائشة في كثير من المسائل، هل فسقت عائشة ابن عباس أو فسق ابن عباس عائشة؟ اختلف علي مع ابن عباس في تفسير العاديات، والعاديات ضبحة. ابن عباس قال هي الخيل التي يغزى عليها في سبيل الله، وعلي قال هو الإبل التي يحج بها إلى مكة. هل فسق هذا ذاك أو ذاك الآخر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم فهم أنه يصبر حتى يلحق البني قريظة ثم يصلي العصر، وبعضهم فهم عكس ذلك، ولم ينكر لا هذا على هذا ولا هذا على هذا، ولم ينكر رسول الله عليهما بالرغم من أنهما اختلفا. ففي مسائل الاجتهاد لا يجوز الإنكار على المخالف، ولكن حب الجدال والإكثار من الجدال والتماس مواطن الجدال هذا سبب للضلال ومدخل للشيطان. ولهذا قال هنا من طلب العلم ليباري به السفهاء أو يكاثر به العلماء. نشرح هذا غدا إن شاء الله على الساعة الواحدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.